ليست كل الأطعمة ممنوعة أثناء الرجيم، فهناك أطعمة صحية لا تزيد الوزن. فيما يأتي سنستعرض قائمة أطعمة صحية لا تزيد الوزن أثناء الرجيم إضافة لمجموعة من النصائح الهامة. كثير من الأشخاص يقومون بإتباع حمية غذائية، لكن سرعان ما يشعرون بالملل من الروتين الغذائي الذي لا يتغير، ممن يجعلهم يبحثون عن أطعمة صحية لا تزيد الوزن أثناء الرجيم كنوع من التغير. إليك قائمة بأبرز الأطعمة التي يمكن أن تضاف إلى لائحة الأغذية المسموحة خلال الحمية الغذائية فيما يأتي. البيض المسلوق: يحتوي البيض على نسبة كبيرة من البروتين الحيواني، وتناوله في وجبة الإفطار يمد الجسم بالبروتين الذي يمنحه الطاقة والحيوية لممارسة المهام اليومية، وفي ذات الوقت يزيد من الشعور بالشبع، كما أن نسبة السعرات الحرارية في البيض قليلة. لكن لا ينصح بالإفراط في تناول البيض لأنه يحتوي على نسبة كوليسترول تؤثر بالسلب على صحة القلب والشرايين. البقوليات: أطعمة صحية لا تزيد الوزن أثناء الرجيم. أحدها البقوليات، حيث تعد البقوليات بمختلف أنواعها من الأغذية قليلة السعرات، كما أنها غنية بالبروتين الهام لصحة الجسم، بالإضافة إلى احتوائها على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وعلى رأسها العدس والحمص والفول. يمكن إدراج البقوليات في الحمية الغذائية، لكن ينصح بالتنويع فيها، وعدم تناولها بكميات كبيرة لأنها قد تؤدي إلى حدوث بعض التقلصات في البطن. لبن الزبادي: عادة ما يكون الزبادي أحد أساسيات النظام الغذائي الخاص بإنقاص الوزن، لكن ما لا يعرفه كثيرون من الأشخاص أنه يمكن إضافة كوب زبادي إضافي إلى النظام اليومي دون أن يؤثر بالسلب على نتيجة الرجيم، بل أنه يساعد في تنظيم الهضم وتحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي زيادة معدل الحرق. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الأبيض إلى الزبادي، فيعطيه مذاقاً أفضل، وفي ذات الوقت يمد الجسم بالطاقة ويقوي جهاز المناعة. المكسرات: أطعمة صحية لا تزيد الوزن أثناء الرجيم. أبرزها المكسرات، حيث أن المكسرات من المسليات المفضلة للكثير من الأشخاص، ولا يجب أن يتسبب الرجيم في الحرمان منها، لأنها ليست ضد الحمية. يوصى بتناول حفنة من المكسرات يومياً لأن الإكثار منها قد يؤدي لنتيجة عكسية. المكسرات غنية بالدهون المفيدة والصحية، وكذلك الألياف والفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، كما أنها قادرة على سد الجوع بدرجة كبيرة، ولذلك فإن تناول القليل منها بين الوجبات من الأمور الأساسية خلال الرجيم. يعد اللوز هو الأفضل من المكسرات خلال الحمية، حيث يحتوي على أوميجا 3 والعناصر الغذائية الهامة، وسوف يؤدي إلى الشعور بالشبع دون زيادة في الوزن. كما أن عين الجمل له خصائص مشابهة للوز في مكوناته ونتائجه، وكذلك يمكن تناول الكاغو والفستق. السلطات: أطعمة صحية لا تزيد الوزن أثناء الرجيم. أحدها السلطات، سواء كانت سلطة خضروات أو سلطة فواكه، فإن هذا المزيج يجعل الجسم أكثر صحة ويقلل من الشهية على مدار اليوم. لذلك ينصح بالبدء في وجبة الغداء بطبق من السلطة الخضراء، وتناول طبق سلطة الفواكه بين الوجبات. في سلطة الخضروات، ينصح بعدم إضافة الملح الذي يبطئ من عملية حرق الدهون. أما في سلطة الفواكه، فيفضل استخدام التفاح والأفوكادو والكنتالوب والجوافة، وتجنب الموز والعنب والبلح والمانجو، ولا يجب إضافة أي مواد سكرية إليها. يجب اتباع النصائح الآتية عند البدء بتناول قائمة أطعمة صحية لا تزيد الوزن أثناء الرجيم. عدم الإكثار من تناول تلك الأطعمة، فكثرتها يؤدي إلى نتيجة عكسية، وهي زيادة الوزن. استشارة أخصائي التغذية في حال ظهور أي عرض تحسسي أثناء تناول تلك الأطعمة. ممارسة التمارين الرياضية بجانب تلك الأطعمة التي لا تزيد الوزن أثناء الرجيم.